طيب قبل ما سيبك تكمل النقطة دي، يعني من ضمن اللعيبة اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي وعلى طول موجود في أوضة معتز إينو حسام عاشور، وكمان بنطمن عليه هنا من خلال برنامج الأشبال، الكابتن سعد سمير. تحياتي ليك يا كابتن سعد. كابتن أسامة، ازي حضرتك كابتن أسامة؟ و دايما متألق ودايما البرنامج عامل يعني سنة كبيرة للقاعة الناشئين، وبرحب بالكابتن معتز إينو طبعا منور. حبيبي يا سعد، عامل ايه؟ بنقول لك الحمد لله على السلامه، وتحيات كابتن معتز اينو ليك، وبنقول لك الحمد لله على السلامه بعد العوده من المانيا واجراء العمليه، وان شاء الله تكون احسن من الاول كمان يا سعد. والله الحمد لله كابتن اسامه، يعني الحمد لله الدنيا دلوقتي احسن، والجراح هيطمنا على العمليه وقال لي ان هو يعني الامور كويسه والدنيا كويسه والعمليه الحمد لله ناجحه، وان شاء الله باذن الله يعني اداني ان انا ارجع مصر اقعد شهر في مصر وارجع له تاني، هيبص عليا بعد شهر ونبتدي بقى رحله العلاج الطبيعي. وهو مطمن وقال لي ان شاء الله بعزيمتك واصرارك انا واثق ان انت هترجع في احسن حاله يعني واسرع وقت ان شاء الله باذن الله. كنت بكلمك يا سعد قبل العمليه مباشره، قبل ما تسافر المانيا، ما شاء الله لقيتك كعادتك دايما مبتسم، وكمان عندك رضا رغم الاصابه وقويه، لكن دايما سعد سمير يعني راضي. وشايفين دلوقتي لقطات معاك مع فايلر في تدريبات النادي الاهلي، يعني ابرز الكلام اللي قاله لك ايه فايلر خلال يعني المقابله اللي جمعتكم مع بعض؟ والله كابتن اسامه زي ما حضرتك قلت، هي الاصابه قضاء وقدر من ربنا، ودايما الاصابات اللي هي يعني بتبقى الركبه الوتر زي كده الحاجات دي ما بتبقاش اللاعب دلوقتي فيها، وهي حاجات قدريه من عند ربنا. لكن الحمد لله الواحد باصراره وعزيمته الواحد رجع من الاصابه الاولانيه بشكل كويس وكان له دور، وان شاء الله برضه الواحد هيرجع وانا واثق في ربنا وفي نفسي ان انا هرجع بشكل كويس. يمكن مستر فايرو كان بيتكلم معايا بان هو قبل الفتره اللي فاتت انا لعبت فيها كان كلمني بشكل خاص وقال لي انت هتلعب الفتره الجايه هيكون ليك دور، وانا بحب اللعيبه اللي بتلتزم تركز تمرينها، اللعيبه كتير اللي دايما حاطط التمرين هو معياره وهدفه، فالحمد لله كنت انا بتمرن بشكل كويس. النادي الاهلي على عكس تمرينك اجتهد اصبر الفرصه هتجيلك، وده اللي حصل. ولما لعبت وقدمت بشكل كويس هو كان قال لي قبلها ان انت هتكمل الفتره الجايه انا محتاجك في افريقيا، وبعدين كان هو لما قابلني قال لي هي دي كره القدم وانا زعلان جدا وحزين على اصابتك، لكن انا هفضل ادعمك وهفضل جنبك لحد ما ترجع بشكل كويس وانا واثق فيك. وبرده كلامه كان بالنسبه لي ده معنوي كبير يعني. تمام، النادي الاهلي والمسؤولين يا سعد داخل النادي الاهلي بعد الاصابه وقفوا جنبك؟ اكيد اكيد يا كابتن اسلام، يعني اكيد يا كابتن اسامه، يعني انت عارف يا كابتن اسامه احنا متربيين في النادي، وبعدين النادي الاهلي دايما بيبقى حريص على اولاده وحريص ان هو يقدم رساله لاولاده ان هو جنبهم يعني. لكن كل اعضاء مجلس الاداره كلموني ودعموني نفسيا بصراحه كلهم، يعني ما انساش حد، الناس كلها كلمتني وكانت معايا. الكابتن خطيب اول ما اتصبت ورحت اعمل العمليه كان اول حد كلمني هو، والكابتن كان معايا هو والكابتن طلعت حفيظ، واحنا كلنا جنبك، انت ابننا وانت من الناس الرجاله، وشوف ايه اللي يريحك، اهم حاجه انك تبقى كويس وهترجع اقوى من الاول. وقال لي بس احنا يعني اللي بتعنا ان انت رجعت بشكل كويس وكنت موجود وقلنا اطمنا عليك واطمنا عليك مع الفرقه ومع الزمالك، لكن هو ده قضاء ربنا. ويمكن الكابتن خطيب بصراحه يعني مش عارفين في قناه النادي الاهلي، لكن هو انسان بمعنى الكلمه، يمكن حتى في الاصابه الاولانيه ما تسالنيش، طمن عليا بيقعد يدعمني يعني. انا المصابه ما بيسيبش حد فيهم، ودي بتفرق معانا لسببين، لسبب ان الكابتن خطيب رئيس النادي الاهلي، ومن ناحيه ثانيه ان الكابتن خطيب اسطوره كره القدم المصريه اللي احنا كلنا بنحبه وبنحب نتفرج عليه وبنتربينا على اجوانه وعلى الماتشات بتاعت النادي الاهلي في الفتره دي، فدي بصراحه بتبقى رساله كبيره وبتفرق معانا نفسيا يعني. فبشكره طبعا، وحتى كان في ظروف خاصه بيا انا وطمن، ولو في دكاتره ما في اي حاجه فبشكره، وده طبعا مش غريب على النادي الاهلي، وان شاء الله الفتره الجايه الواحد يرجع بشكل كويس يعني. ودي عاده النادي الاهلي ومسؤولين داخل النادي الاهلي، بس يقول لي ايه الترنج الحلو اللي انت جايبه من المانيا ده؟ عايز اكلمه. انا كنت واخده ده من الكابتن مصطفى عبده. الكابتن مصطفى عبده ده بتاع الكابتن جوهري جيل 90 كاس عالم 90 ده ساعه. كابتن جبت انا من واحد روماني في المانيا كان ادوني هديه. طيب تمام، واحنا بقى معانا النهارده الكابتن معتز اينو وهو بيتكلم دلوقتي بيقول يعني كان في الغرفه دايما اللي بتجمع اللعيبه
احمد عادل عبد المنعم وحسام عاشور ومن ضمن النجوم اللي قالها كابتن سعد سمير. ذكرياتك بقى مع معتز اينو في المعسكرات يا كابتن سعد. والله كابتن اسامه يعني اينو يعني انا بقول اينو طبعا هو كابتن وكل حاجه، لكن انت تحس ان اينو يعني اتنين يعني ما اينو ما شاء الله ما بيكبرش. اينو كان من اللعيبه الجامده جدا في النادي الاهلي. وطبعا احنا يعني لما طلعنا النادي الاهلي طلعنا مجموعه كبيره، فكنت انا وعفروتو وشكري وشهاب وهشام ومعظم المجموعه الموجوده كان اينو بيحب وعاشور واحمد عادل وكابتن بركات على طول يحبوا اللعيبه الصغيره، اللعيبه الصغيره تبقى معاهم دايما. كنا بنقعد في اخر الاتوبيس معاهم الاوضه طبعا اللي اينو كان بيقول عليها. لكن الفتره ده كابتن اسامه كان فيها ميزه ان احنا طلعنا على جيل قوي جدا. يمكن انا عاصرت حضرتك وعاصرت كل الجيل، كان جيل قوي جدا، وهم كان على طول اللعيب الكويس اللي عنده شخصيه واللعيب الراجل هم كانوا بيحبوه جدا. فده سهل لي حاجات كتير يعني، ده سهل لي حاجات كتير. فانه انه كان دايما وانا صغير يقول لك الواد سعد عامل زي العساكر ما بيهزرش في الملعب يعني. عسكري مرور. عسكري مرور. بس سعد كان من اللعيبه الرجاله جدا يعني، يمكن حتى لغايه دلوقتي الناس كلها بتشبهه بكابتن وائل جمعه. وانا طبعا بتمنى له التوفيق، وسعد من اللعيبه الرجاله بره الملعب وجوه الملعب، فان شاء الله ربنا يكرمه. وهو عنده عزيمه واصرار ومن الناس اللي هي ما بتهزرش في الملعب. ودي سمه من السمات للاعيب الكره الكويس. يمكن هو دمه خفيف جدا بره الملعب جدا، لكن في الملعب هو جد جدا. فربنا يوفقك يا سعد وترجع ان شاء الله احسن من الاول، وانا عارف ان انت عندك عزيمه واصرار وان شاء الله ترجع احسن من الاول بامر الله. اخيرا يا كابتن سعد، تتوقع كده وانت عارف معتز اينو يكون في يوم من الايام ان شاء الله مدرب كبير ان شاء الله؟ والله كابتن هو ابتدى الطريق، بس احنا مش عارفين بقى هيكملوا ولا لا. يا ابني ادعي لي يا ابني. كملوا ان شاء الله. يا ابني ادعي لي يا ابني، بس انت لو عندي بالترنج بتاع 98 ده مش هلاعبك. لازم اغير الترنج. لازم الترنج ده يتغير يا سعد. معاك الجهاز اعتبره ترنج الجهاز. اعتبره واحد من الجهاز. لا انت ملك الشياكة يا سعد، والله انا اول ما شفتك حسيت ان انت بتلعب ايه سردباك في منتخب الكينيا. خلي بالك والله كابتن ميل ده موضه في المانيا دلوقتي. ده موضه في المانيا؟ ده موضه في المانيا عشان كده هو جاب. طبعا ما هو ده انا قلت له ده ترنج كابتن جوهري كاس عالم 90، فقال لي انا واخده من كابتن فتحي مبروك. سعد فعلا من اللعيبه الرجاله، ويعني حتى بقول لك انا كلمته قبل ما يسافر المانيا لقيته مبتسم وبيضحك وراضي يعني باللي حصل باللي حصل. سعد روحه بالعزيمه ان شاء الله وبالاصرار يا كابتن سعد ترجع وتكون احسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كابتن اسامه ان شاء الله. ان شاء الله كل الشكر للكابتن سعد سمير ابن النادي الاهلي ولاعب الفريق الاول، ان شاء الله يرجع افضل من الاول بعد الاصابه القويه اللي تعرض ليها.